دايما في الاشبال بنتابع ما هو جديد، دايما بنتابع الكره الاوروبيه ونشوف الدنيا وصلت لايه، خاصه ان لما بتحب تطور ودايما بتطور في قطاعات الناشئين، وده التطور ده بيكون مهم جدا عشان تقدر تصنع لاعب ونجم كبير يمثل ناديه وبعد كده منتخب بلده في المستقبل القريب. نروح لايطاليا عبر سكايب ومعانا مستر ماسيمو ستورجاتو، ده كان واحد من نجوم اليوفي واتلانتا، وكان واحد ايضا من نجوم لاتسيو ودينيزي في الدوري الايطالي، واصبح دلوقتي المدير التنفيذي لمنتخب ايطاليا تحت 20 سنه. برحب بيك مستر ماسيمو ستورجاتو. Buonasera, sì, la sento bene. Mister, pronto? Mi senti? Sì. Grazie a voi di avermi invitato. مساء الخير على جماهير قناة النادي الأهلي. طمنا الأول مستر ماسيمو على الكرة الإيطالية، خاصة يعني الكرة الإيطالية الناس كلها في كل العالم بتعشق الكرة الإيطالية. في تراجع يعني نسبي شوية خلال الفترة السابقة وخلال السنين السابقة. الكرة الإيطالية والمنتخب الإيطالي مش موجودين في كأس العالم القادمة وأيضا كأس العالم السابقة. للأسف كل ما مرت بإيطاليا هو شيء صعب على الجميع، كانت كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. عدم تأهل إيطاليا إلى كأسين عالم متتاليين كانت كارثة كبيرة، ولكن إيطاليا دائما من بعد الكوارث من طول رحم المعاناة، إيطاليا تعود ستعود إلى الواجهة وستعود كبيرة كما كانت إيطاليا. الآن نعمل على إعادة المواهب الإيطالية وتفريغ المواهب الإيطالية، لأن رأينا بدون شباب ليس هناك تاريخ لنا. لما نشوف دلوقتي مستر ماسيمو يعني المحترفين الطليان في كل العالم نلاقي عدد قليل عكس السابق. لما نشوف دلوقتي في الدوري الفرنسي 5 لعيبة من إيطاليا، في الدوري الألماني 2، في الدوري الإنجليزي 3، مقارنة بفرنسا اللي تمتلك 900 محترف. هل النهاردة الاتحاد الإيطالي وضع سياسة جديدة علشان يزود عدد المحترفين الطليان في كل أنحاء العالم؟ للأسف كل ما ذكرته صحيح وصحيح جدا، وشيء يؤلم الاتحاد الإيطالي ويؤلم الأكاديميات الإيطالية، ونحن نعمل على إعادة الوضع كما كان، لكن للأسف هناك مشاكل كبيرة في عمليات المواهب الإيطالية، ووكلاء اللاعبون يتحكمون بشكل كبير. عندما تنضج موهبة وعندما يكون هناك لاعب ذو موهبة يقومون بأخذه وإرساله إلى أوروبا من أجل المال، وللأسف عقلية اللاعب في هذه الأيام أصبحت تتحكم فيها المال وكلاء اللاعبين، وهذا صعب جدا في هذه الأيام. دور الاتحاد الإيطالي خاصة النهاردة، وأنا بركز على الاتحاد الإيطالي، أن دايما أي اتحاد هو اللي بيرسم السياسة الناجحة لنجاح الكرة في البلد. النهاردة لما نشوف نسبة الطليان كمان في الدوري الإيطالي 37%، ده عدد قليل جدا وفاتح عدد محترفين أكبر في كل الفرق. هذه مشكلة كبيرة كبيرة جدا، لأن السكاوتينج في إيطاليا يمر بمشاكل كبيرة جدا. هل تعلم أن هناك فرق إيطالية كبيرة لديها فقط لاعب إيطالي واحد في التشكيل؟ وهذا سبب كبير في خروج إيطاليا وعدم تأهلها للمونديال. اللاعبون الإيطاليون غابوا عن الواجهة، والدور الإيطالي أصبح لا يوجد به عدد كبير من اللاعبين الإيطاليين، وأصبح الأجانب يتحكمون في ذلك الأمر. قد نبحث في الأيام القادمة عن تقليل عدد الأجانب، لأن هذا سيعيد بالنفع على الكرة الإيطالية. يجب أن يلعب الكثير من الإيطاليون أكثر من الأجانب. فرصة وحضرتك موجود معنا دلوقتي على شاشة قناة الأهلي، وحضرتك المدير التنفيذي لمنتخب إيطاليا تحت 20 سنة، كيفية انتقاء اللاعبين الموهوبين في الكرة الإيطالية؟ هل ممكن القريب العاجل نشوف باجيو، نشوف ديلبييرو، نشوف مالديني، توتي، نشوف لاعبين كثر مثل اللاعبين اللي أنا ذكرتهم مع حضرتك دلوقتي؟ قمت بذكر عدد كبير وعظماء ومواهب من الصعب إيجادها في هذه الأيام،
لكن لدينا كشافين ولدينا أعين ولدينا عقليات مختلفة من أجل اختيار بعض اللاعبين بعض الأكاديميات، لكن نحن نتحدث دائما مع مديرين الفرق الكبرى، نذهب دائما إلى المدير الفني لأن قطاع الناشئين هو قطاع هام وقطاع كبير جدا ونقوم بخدمة الفريق الكبير. لكن عندما أذهب إلى اختيار لاعب مثل توتي وديل بيرو وكاسانو، هناك عوامل هامة وهناك أشياء كثيرة نركز عليها في عملية اختيار اللاعبين من الناحية البدنية والعقلية. نركز دائما على العقلية، نتحدث عن اللاعب ونتحدث معه عن أهمية مستقبله. عايز أسأل حضرتك برضو وأستفيد من خبراتك وحضرتك موجود في المجال، كيفية العمل داخل قطاعات الناشئين في الدوري الإيطالي، قطاعات الناشئين والاهتمام بيها سواء بالمستوى البدني سواء بالمستوى الفني النفسي التغذية المسابقات وضع المسابقات علشان تخرج لاعبين مميزين؟ برضو اشرح لنا أكتر عشان نتعلم وبرضو تكون الصورة أكبر للناس الموجودين عندنا. ما هي الديسكورسو دي جوفاني بورتوبو بيزونا فاري بارتيري داي بي بيكولي اي سيكوندو. إذا ما تحدثنا عن قطاع الناشئين وبالنسبة برنامج يسمى الأشبال، عندما تختار الأشبال وعندما تختار الناشئين يجب أن يكون هناك عين خاصة، هناك كل واحد يعمل ولا أحد يتدخل في عمل الآخر، يجب أن لا يتدخل أحد في عمل الآخر. أنت ذكرت التغذية وعامل هام جدا، وهناك عوامل كثيرة تجمع مصر وتجمع إيطاليا في نفس الشيء، لأن عقلية اللاعب الإيطالي قريبة من عقلية اللاعب المصري. عندما يلمع نجمه، يعني باللغة نقول عندما يحس أنه نجمه وأصبح لاعب هام، لا يهتم بنفسه ويسهر كثيرا، وهذه مشاكل الطليان. إذن نتحدث مع اللاعبين ونتحدث مع مديرين التغذية ونتحدث مع مدرب المعد البدني، نقوم بوزن اللاعبين يوميا ونبحث دائما على هذه الأسباب. لكن الأجواء يجب أيضا على مدير الناشئين أن يكون متواصل دائما مع اللاعبين، لأن هؤلاء أشبال وهؤلاء شباب ولازم هناك تعليم خاص وعقلية خاصة من أجل التعامل معهم. عايزين نتكلم برضو أكتر عن المسابقات إزاي بتتحط في الكرة الإيطالية بحيث النهاردة تكون مسابقات قوية تفرز المواهب اللي أنا ذكرتها، ونشوف بعد كده في المستقبل القريب المواهب دي اللي احنا شفناها قبل كده. وضعية المسابقات إزاي بيتم وضع المسابقات والأعمار السنية؟ بالنسبة للمسابقات يتم وضع برنامج قبل بداية العام بالنسبة للفريق الكبير وفريق الناشئين. أيضا بالنسبة للمنتخبات هو جدول يتم وضعه بنظام وجدول يتم وضعه بعناية. نقوم أيضا بوضع المباريات الدولية لجميع المختلفات المختلفة 16 عام و 18 عام و 20 عام، وهذه مواعيد لا تتعارض مع مباريات الدوري ومباريات الكاس. منذ قليل كان هناك الجدول للدوري الإيطالي وقمنا أيضا بوضع كل المواعيد بالمنتخبات. أنت تتحدث عن النظام برضو حضرتك، يعني مدير التنفيذي لمنتخب إيطاليا تحت 20 سنة، التخطيط برضو للمنتخبات شيء مهم، كيف يتم وضع الاستراتيجية للمنتخبات في إيطاليا للناشئين؟ طبعا بالنسبة للاستراتيجية في الاختيار هناك أكثر من شيء. دائما هناك ما يكون اجتماعات في داخل الاتحاد، ونتحدث دائما مع مدير الدوري الإيطالي، مدير مسابقة الدوري الإيطالي ومديرين المنتخبات، نقوم بعمل اجتماعات وجميعنا نقدم اقتراحات، ونجب أن نحترم مواعيد الدوري ومباريات الكأس ومباريات المنتخبات الأخرى، وهذه استراتيجية ونظام في إيطاليا كما يوجد في أوروبا، وهذا هو عامل نجاح أي مسابقة أوروبية. للأسف علمت أن الدوري المصري الموسم الماضي لم ينتهي حتى الآن، وهذا شيء يدل على عدم النظام. أنا بالنسبة لنا في إيطاليا الوضع مختلف ومختلف جدا، هناك استراتيجية نجتمع دائما ونضع الخطط والجداول. ما دام من عجائب الدنيا السبع عندنا الأهرامات والدوري ملتحم مع الدوري الثاني.
عايز اسال حضرتك برضو سؤال، ايه المدرسه الاوروبيه اللي بتعجب مستر ماسيمو؟ يعني برضو يعني ميال ليها غير طبعا المدرسه الايطاليه، اللي بتعجبك في قاعده الناشئين والاهتمام بقاعده الناشئين. ما ان اوروبا ما مي افاشينا مولتو. في اوروبا بالنسبه لي اعشق الكره الاسبانيه والمدرسه الاسبانيه، لأن الكرة الإسبانية ومواهب الكرة الإسبانية ومدرسة الكرة الإسبانية مدرسة عظيمة ومدرسة نستفيد منها نحن أيضا الإيطاليين. قد تستغرب أني مسؤول إيطالي وأقول هذا على مدرسة أخرى غير الإيطالية، لكن عندما نتحدث عن الكرة يجب أن نضع الانتماء في جانب ونتحدث بكل شفافية، لأن أنت كابتن خاص والجميع يرى منتخب أسبانيا أكثر تكتيكا أفضل، وإنجلترا أيضا لديها التكتيك في الدفاع أكثر، لكن إيطاليا لديها مقومات مختلفة. لكن بالنسبة لي إذا ما سألتني أعشق الكرة الأسبانية لأن الأسبانية تعجبني أكثر من أي مدرسة أخرى. لازم أسألك وحضرتك موجود معايا عن نجم كبير، نجم مصري محمد صلاح، وكان ليه تجربة مهمة جدا في الدوري الإيطالي، تجربة ناجحة جدا، وشايف هل ممكن تجربة محمد صلاح لاعب مصري ممكن تتكرر مع لاعب مصري آخر برضو في الدوري الإيطالي؟ ما صلاح uno spettacolo vederlo giocare, l'ho visto nel Liverpool. صلاح لاعب رائع وظاهرة من الصعب تكرارها في مصر. شاهدت صلاح يصنع المجد في ليفربول، وعندما كان في إيطاليا صلاح لديه الشغف ويلعب بشغف ويلعب بحب، وصلاح كان لديه تحدي، لأن أنا أعرف القصة جيدا كيف غادر صلاح من مصر، ولهذا صلاح متفوق وظاهرة. السؤال الأخير مستر ماسيمو، التخطيط عشان يكون في نجاح لازم يكون في تخطيط لسنوات، في الكرة الإيطالية بتخططوا سنة بسنة ولا في تخطيط لسنوات قادمة؟ يجب أن تنطلق من القاعدة، يجب تأسيس قاعدة مهمة. وما معنى القاعدة المهمة؟ أن يكون نظام في الاتحاد، لأن الاتحاد الإيطالي هو الاتحاد المصري وهو الاتحاد الأسباني. يجب على مدير الاتحاد أن يضع قاعدة مهمة، ويجب على المسؤولين أن يهتموا بمدارس الكرة والأكاديميات. بنشكرك شكرا جزيلا مستر ماسيمو استرجاتو، كانت مداخلة مهمة يعني وضحت فيها حاجات مهمة جدا وتعلمنا فيها حاجات مهمة جدا. كان فخر لي الزور على قناة الأهلي، وتحية لدولة مصر العظيمة. احنا بنشكرك شكرا جزيلا. شكرك شكرا جزيلا، كانت مداخلة مهمة جدا، وإن شاء الله يكون في تواصل مهم جدا خلال الفترة الجاية مع كل المدارس في أوروبا علشان نستفيد وعلشان نتعلم ونشوف الناس إزاي بتخطط علشان توصل للأفضل والأفضل.